طيب خلينا نرجع تاني للعامية وناخد حضرتك وننزل نشوف كاميرا صباح الخير لما نزلت الشارع سألت الناس عن ذكرياتهم مع العربي بقى نفسه في المدرسة، أصعب حاجة كانت عندهم في منهج اللغة العربية كان إيه، وأصعب حاجة عندهم في دراسة العربي كانت إيه. خلينا نشوف. تظل اللغة العربية هي اللغة القومية مهما تعددت اللهجات ومر الزمان وكثرت الأجيال، فهي اللغة التي لطالما زخر بحرها بلآلئ الكلمات وعبرت عن أرقى وأعظم مشاعر الحب والفرحة والحزن، فهي اللغة التي لا تفقد رونقها وبهاءها وتظل محفورة بذكرياتها التي لا تنسى في عقول محبيها مهما مرت الأيام. ونحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية، فيا ترى كيف كانت لغة الضاد مع من درسوها في الصغر وتعلقوا بذكرياتها حتى الكبر؟ هيا بنا نعرف. نحن نتحدث عن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ولدينا بعض الأسئلة، تريد وتفضل أن تجاوب باللغة العربية أم باللغة العامية؟ أفضل أن أجاوب باللغة العامية. لغة الشارع؟ لا، لغة العامية. في ذكرى حلوة فاكرها مع مدرس اللغة العربية في مدرستك؟ والله كنت دايما بطرد من الفصل بصراحة. أصلا؟ بالذات في العربي. ليه بقى؟ والله مش عارف يعني. المستر بتاعي قال لي الأول تمام، يعني كنت خايف بالذات من اللغة العربية عشان كنت ساعتها إيه لسه يعني بعرف أتكلم كويس. فالمستر يعني ما تخافش عليه وفضل ايه فهمني في العربي، فدي كانت احسن ذكرى ليا مع اللغه العربيه عشان من ساعتها وانا فهمتها ساعتها. انا ذكرى حلوه مع الميس بتاعتي في ابتدائي، كانت الميس يعني السؤال الحاجه اللي بتقف معاك كانت بتفهمها لك واحده واحده، كانت بتشرح كلمه كلمه. اضافه لده ان هي كانت اي سؤال ما كنتش اعرفه كانت بتقول لنا عليه. كنا وقتها كنا صغيرين وفكر ان مثلا كان وقتها كنا بناخد اللي هو اسماء ممكن تبقى اسم مذكر ومؤنث وكده، فكان مثلا كان يقول لنا رضا كانت ممكن تبقى مؤنث او مذكر او كده، وفي حاجات بقى تانية كتير برضه يعني. كان في مدرس كان بيدرس لي انا في تانية ابتدائي اسمه مستر محمد، كان هو اللي خلاني كويس في النحو والحاجات دي. والله في مدرسة اعدادي كان مدرس بتاعي كان دايما يعني بيشجعني على المذاكرة وكده، وكان اسمه مستر حازم مثلا. كان في استاذ نادر، كان بصراحة كان حد كويس جدا، هو يعني الناس اللي هو بيقولوا أهل العلم فعلا. هو خمسة ابتدائي تمام، علمنا كل حاجة تمام، خليني كويس جدا، قراءة وكتابة في وقت قليل جدا. إيه المناهج اللي كنت بتحسها صعبة يعني، النحو ولا القراءة ولا موضوع التعبير ولا القراءة؟ الأدب، لأن النحو كان أفضلهم بصراحة يعني. أنا عامة لما حبيت النحو يعني. ما بحبش النحو. كانت اللي هي البلاغة والنحو والحاجات دي. التعبير هو على حسب، هو فكرة إن النحو بيبقى انت دوبك انت بس بتعرف القواعد وتحل كتير عليها بيبقى تمام. لا التعبير، لا النحو، التعبير كان بيبقى سهل، هو القراءة. هو بيبقى القراءة والأدب والنصوص والحاجات دي.